السلام عليكم، عندي كلام جدا مهم للناس اللي تحب تشوف مراجعاتي وترشيحاتي وتقييماتي للأفلام والمسلسلات، فأتمنى أنكم تكملوا المقطع للنهاية وتعتبروا فضفضة سينمائية. صار لي سنتين تقريبا أراجع وقيم الأعمال بشكل شبه يومي، فطوال هذه الفترة في ناس تتفق معايا وفي ناس تختلف، وطبيعي جدا ما في أي عمل يتفق عليه الجميع ويعتبر متكامل، وما عمري طلعت وبررت لتقييماتي. الحمد لله هي دائما تتكلم عن نفسها ورح أعطيكم أمثلة. كشخص يقيم الأعمال قبل ما تنعرض، هذا بحد ذاته ضغط ومسؤولية وتوفيق من الله. ما انتظر تقييم العالم واشوف اراء الناس عشان ادخل في السيف سايد واكسب جمهور، بالعكس اقيم بنظرتي لانه انتم تابعتوني على هذا الاساس. كمثال عندكم فيلم الحرب الالماني All Quiet on the Western Front، تابعته قبل ما ينزل عندكم وقيمته وقلت انه واحد من افضل افلام الحروب بالنسبة لي، من افضل افلام سنة 2022. فاللي شافوا الفيلم هجموا علي وقالوا انه انت ما تابعت افلام حروب في حياتك، والفيلم ممل وتعبان وذوقك سيء. وبعدها بفترة أشاد النقاد بهذا الفيلم، والفيلم ترشح لتسعة جوائز أوسكار وفاز بأربعة منها، ومن ضمن هذه الجوائز فاز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي. ومثال آخر، أنا ما أتكلم عن الأعمال الهندية، لكن في فيلم هندي مدحته وتكلمت عنه اسمه تريبل آر، وبرضو جاني هجوم عليه إنه جوك تعبان وذوقك تعبان، وهل خلص المحتوى عشان تتكلم عن هندي أو أكيد مدفوع لك وإلى آخره. وفي النهاية الفيلم ترشح لـ14 جائزة مختلفة وفاز بجائزة واحدة في الأوسكار. وفي أمثلة كثير، ولاحظ أن الأفلام هذه ممثلينها ما هم معروفين وما هي من أفلام الترند، واللي يتابعني بشكل مستمر أكيد شاف أمثلة كثير. والناس اللي تقول أي فيلم تجيني منه دعوة لازم أطبل له أو ما راح يكلموني ثاني، أولا لاحظ أن أغلب الدعوات اللي جاتني أتكلمت عن الفيلم بسلبية، منهم فيلم الرعب The Exorcist Believer، وقلت أنه واحد من أسوأ أفلام سنة 2023. والدعوة اللي جاتني في مهرجان البحر الأحمر وأول فيلم تابعته هو فيلم سايلنت نايت، وقلت انه فيلم عادي جدا. من الافلام اللي مدحتها هو فيلم ناقة، وفي ناس عجبهم وفي ناس لا، وما راح ادخل في تفاصيله، بس لو حابين راح اعمل له مقطع خاص. بس عشان اريح الناس اللي تسال، والله على ما اقول شهيد انه ما جاني منه ولا ريال ولا حيجيني، ولا احد قال لي اتكلم عنه. ولو اني بطبل للفيلم اقول بس انه يستحق المشاهده، ما اقول اني اضم الامتع الافلام العربيه والسعوديه اللي تابعتها. قد نختلف بعض التقييمات، والتقييم يعتمد على الحاله النفسيه والشخصيه للمشاهد والاراء اللي سمعها عن العمل قبل ما يشوفه، ونظرته للفيلم والرسائل اللي لقطها من الفيلم، خصوصا لو كان الفيلم عميق، وغير المعايير المترتبه الموجوده عند كل شخص لتقييم اي عمل. فهذه الاسباب وطبيعي جدا انها تختلف من شخص لاخر، وانا كمحلل ومراجع افصل كل هذه الاشياء واتجه للعمل واحلله وافصفصه ثم اتجه لتقييمه. وفي ناس كمان تحب التقييم وتسوي نفس الشيء. فيلم اوبنهايمر وإير وبلاك بيري من افضل افلام سنة 2023 وتكلمت عنهم، وفي ناس برضو ما حبوا هذه الافلام، وهذا شيء طبيعي، ما حد يفرض رأيه والاختلاف لا يفسد للود قضية. في النهاية عندي قريب المليونين متابع، ما وصلت لهذا الرقم الا من توفيق واجتهاد وثقتكم، فما راح ادمر الشيء اللي قاعد ابنيه بسبب تطبيل او مبلغ مالي. شكرا من الاعماق لو وصلت لهذا الجزئية. تقريبا هذا أطول مقطع لي في الحساب. لو عندكم أي شيء في خاطركم أو رسالة اكتبوا لي تحت في الكومنتات. سلام.